هؤلاء الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم ووهبوا أرواحهم فداء للوطن وإنقاذ إخوانهم المواطنين من لهيب نيران الحرائق الإجرامية التي اندلعت في عدة أماكن من وطننا الغالي، وهي جرائم في حق الإنسانية وفي حق الطبيعة حاول الأعداء من خلالها إشعال نار الفتنة وخلط الأوراق وزرع الفوضى والهلع واليأس في نفوس المواطنين، فوجدوا الرجال الأشاوس بالمرصاد. إن هؤلاء الأشاوس الذين رغم محاصرتهم بنيران الغابات الملتهبة أبوا إلا أن يقاوموا ويصمدوا ويكافحوا النيران المتأججة بكل إصرار ومثابرة وإيمان، فأنقذوا المواطنين وأخمدوا لهيب النيران وأفشلوا المؤامرات والمخططات الدنيئة المعادية التي تستهدف الجزائر أرضاً وشعباً، فقدموا أجمل صور التلاحم والتآزر والتضامن والتضحية والفداء.